اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما وعدناكم ابطال 2000 مواليد 2000 او الشباب لكره اليد معانا في الاستوديو. في البدايه برحب طبعا بياسر سيف كابتن الفريق واحد نجوم الفريق. اهلا بيك يا ياسر. اهلا بحضرتك. منور قناه النادي الاهلي. الحمد لله. والف مبروك على الانجاز الكبير. الله يبارك حضرتك. شكرا. ربنا يخليك. برحب طبعا بكابتن عمر بيبو احد لاعبي الفريق وايضا احد النجوم الصاعدين بقوه. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك. منور قناه النادي الاهلي. منور. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، احنا جهزنا تقرير كده عن الفرقه عشان تعرفوا اكتر حجم الانجاز اللي حصل السنه دي. نشوفه انت كده وارجع لحضرتك كده. نجح فريق شباب كرة اليد مواليد 2000 بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني صابر حسين في الهيمنة على بطولات الموسم المنقضي 2020-2021 بعد الفوز ببطولتي الدوري وكأس مصر. وقدم أبناء القلعة الحمراء أداء مميز خلال بطولة الدوري، واستطاعوا الوصول للأدوار النهائية والتي شهدت مشاركة سبورتينج والبنك الأهلي والزمالك، وأقيمت على مجمع صلاة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر. بداية مشوار التتويج كانت أمام نادي سبورتينج والفوز بنتيجة 36-25، مرورا بالفوز على البنك الأهلي بنتيجة 28-21، ثم كان مسك الختام أمام الغريم التقليدي الزمالك والفوز بنتيجة 31-27. فيما حصد الفريق لقب كأس مصر بعد الفوز على سبورتينج في نصف النهائي بنتيجة 24-20، ثم نجح في الفوز باللقب الغالي على حساب نادي الشمس بنتيجة 30-29. ويعد هذا الفريق الذخيرة الحية والأساسية لفريق الرجال لتعويض غياب أي لاعب، حيث ضم طارق محروس المدير الفني للفريق الأول لرجال كرة اليد العديد من عناصر فريق 2000 خلال الموسم، وظهروا بمستوى مميز جعل المتابعين للفريق ولقطاع كرة اليد بالنادي يؤكدون أنه بخير وسيقدم العديد من المواهب لكرة اليد المصرية خلال السنوات المقبلة.